ماني مطمن لهالرجال وواثق اني بكره راح اجيب مصرياتي منه وفوق المربح يلي وعدني فيه كمان. هلا هيك عم تقول؟ وهي سوالفي، اذا بتطول قرش واحد من مصرياتك. طيب بتشرطي يا فوزيه؟ ايه بشارط. من شو لشو؟ يلي بدك يا. طب قولي انت، ما تنطفيش قلبي. قول انت. طيب اسمعي يا فوزيه، اذا جبت مصرياتك وفوق المكسب ما بعود بشتري لك الفستان يلي واعدك فيه، بروح عليك هاي هاي. واذا ما جبتش المصريات بشتري لك اياها. شو قولك؟ بالله شو؟ وشو بكون انا استفدت بهالحاله؟ ها؟ صحيح، الحق بيديك، الشرط ملوش عادل، باعتبار اني لازم اشتري لك الفستان من عدم اخسر. طيب فوزيه، اذا جبت المصاري والمربح بشتري لك الفستان، واذا ما جبتون بشتري لك اثنين فستانين، يعني هيكي صار الشرط عادل. شو رايك فوزيه؟ شو قلتي حبيبه قلب متعب؟ يا سيدي موافقة، بس من هلا هيئ لي حالك على حق فستانين. والله مسايرت النسوان بتسلي يا جماعة. اسمع لقلك لكان، بكرة قبل ما تروح لعند هذا التاجر تقي الدين، مر طريقك على الصيدلية وخذ لك دواء تبع القلب وحطه بجيبتك، مشان إذا ما لقيت مصرياتك تاخذ حبة حتى ما يوقف قلبك. عم تمزحي يا عناي؟ معك حق، لازم اشتري هيك حبوب وحطها بجيبتي مشان اخذ منها حبة، بس مشان ما يوقف قلبي من الفرح وانا عم اقبض الارباح. طيب منشوف بكره، بكره بدوب التلج وبيبان المرج. يلا هلا ما بدك تنام. مش قادر الليل ينام، ما بقدرش اغفل بتاتا. طيب خليك سهران لحالك، تصبح على خير يا امور. لك فوزية وين رحت؟ اي خليكي ها، عم بتونس فيك. اي يخرب بيت هالمدلعنات الشميات. فوزية السلام عليكم يا شباب. سلام. شو يا ابو نوار، ما جاش الميكرو بعد؟ ما جاش بعد. عظيم جدا، ظنيت حالي تاخرت. هني هات بزر، هات. صاب وياكل المصاري؟ لا 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 لا، مش معقول، لانه كل يلي بيتعاملوا معه قالوا عنه انه رجل شرايف وحقاني وبحياته ما اكلش على حدا فرنك. اكيد رح يكون صادق معي ورح يعطيني مصرياتي هنن وارباحن بعد. اكيد مفيش مجال، مفيش. يعطيك العافية يا خيي. الله يعافيك. الله يرضى عليك. بيلتقى عندك دواء للقلب
ولا روح لعند غيره. لا يا اخي ليش تروح لعند غيري؟ بس شو اسم الدواء؟ ما بعرف، شو بيعرفني؟ انت اللي لازم تعرف. طيب ما معك وصفه باسم الدواء؟ لا والله ما معيش. لا حول ولا قوه الا بالله، لك انا شو بدي اعرف شو الدواء اللي بدي اعطيك اياه؟ انت عطيني دواء للقلب وما عليك. بس مرض القلب كتار، وكل واحد مرضه شكل، بقى انو دواء بدي اعطيك منه؟ أنا رح أريحك وأشرح لك الحيلي، وأنت بتعرف شو نوع الدواء. في إلي أخ ليا، صار له 10 سنين متجوز وما جهوش صبي، وصار عنده 10 بنات، وهلا اختني إجاها الصبي، وأنا رح بشره ويعني خايف من الفرحة ليوقف قلبه، فبدي تعطيني دواء مشان امنع هالحيلة التعيسة. دواء قلب بدون وصف الدكتور ما راح اعطيك، بس انا ممكن ساعدك واعطيك مهدئ لطيف ممكن يفيد بهيك حاله. كسر خيرك، فأسان اعطيني الدواء. على راسي. تفضل. قديش حقه هذا؟ 20 ليره اذا سمحت. 20 ليره؟ مش كثير، قليل جدا. شو نعمل هيك ساره؟ شلون بيقولوا الدواء غالي لكون؟ أرخص من الفجل. يسلموا. السلام عليك. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. هالمبالغ هي اجتنا اليوم، وهي المبالغ المسجلة رجعناها لأصحابها. ماشي الحال، الله يعطيك العافية. روح تيسر على مكتبك ومشي أمور الناس وخليك لطيفة معهم مثل العادة. حاضر أستاذ، ما بدي توصاي. يعطيك العافية يا آنسة. أهلين يا عم أمور. عفوا، مش هذا مكتب السيد تقي الدين؟ بلا هو أمر، بس عدم المؤاخذة يعني، وين هو الأخ منصور السكرتاير يلي أخذ مني المصاري؟ لا، السيد منصور ترك الشغل. ترك الشغل؟ ومصرياتي أخذن معه يعني؟ لا طبعا، شو الحكي؟ وين مصرياتي لك أنا؟ وين؟ وحضرتك مين بتكوني بالصغرى؟ أنا السكرتيرة الجديدة اللي بدال سيد منصور. ومنصور قال لك قبل ما يترك الشغل إنه أخذ مني 100,000 من شهر، وإنه اليوم أنا لازم إجي أخذ 100,000 وفوق 20,000 ليرة مربح؟ من دون ما يقول لي، إذا كلامك مزبوط ببين عندي بالسجلات، ولا يهمك، أنت ليش خايف؟ والسجلات موجودة هلقتني عندك؟ طبعاً، شو اسم حضرتك؟ من طيب؟ ابن حمدان الشيبة من قرية الفلهوية الكاينة جنب مغارة النبي عيسى. والسبعة نعم، بس رح شفلك بالسجلات. إيه الله يخليك، طالعين بسرعة قبل ما يوقف قلبي واحتاج للدواء. لا سلامتك، قلت لي سلمنا المصاري بإيدك؟ إيه طبعا، إلا بأول الشهر الماضي وقالوا لي إجي اليوم، فجيت اليوم. طيب، متعب 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 متعب. ايه لقيته، متعب حمدان الشايبة، والمبلغ الموضوع 100,000 صح؟ مزبوط، هذا أنا، والمصاري مصرياتي كمان. طيب سيد متعب، بتحب تاخذ المصاري هلأ ولا تخلين عنا شهر تاني؟ لا، بدي أخذهم فوراً، هن وأرباحهم قبل مني، مثل ما وعدتونا. المصاري موجودين هن وأرباحهم، بس إذا مو لازمينك ممكن حطهم هن وأرباحهم وترجع بعد شهر بتاخذهم، وبتاخذ أرباحهم. أو إذا بتريد بتاخذ هلا الأرباح وبتخلي المبلغ مثل ما هو شهر تاني، كمان بيصير يعني، بترجع بتاخذه هو وأرباحه. بقى شو بتريد؟ نحن جاهزين. أعطيني المبلغ وأرباحه هلا. بالعربي عم بحكي، فهمتي؟ إيه تكرم عينك مثل ما بدك. هاي 100,000 مزبوط؟ مزبوط. وهي 20,000 أرباحهم. يسلموا هديات. كثير حلو، حلو كثير كثير جدا. وقالي هون إذا سمحت. إيه طبعاً، هذا حقك، يعني طالما أنا قبضت لازم وقع مثل الأوادم، مش آكل وأنكر مثل القطاط. بصرفهم بالهنا إن شاء الله. الله يهنيك، باي مرقي. هون
الله يبارك فيك اي ويخليك اي يا قمر الدين يا قمر انت يا قمر بهالشركه يا بدر انت مصور. بس ممكن يا انسة اطلب طلب صغير. تفضل. يعني بركي هيك بجيب لي كاسة مي اذا ابصر السقلي يعني. تكرم عينك. يسلموا هديات يسلموا هديات يا ملاك انت يا بدر مصور بهالشركه يا غزال انت. تعرفي انا مراتي شميه مثلي يعني طلعنا قرايبين. الحمد لله الحمد لله يا انسه هلقتني ارتاح خاطري صحه وهنا يعطيك العافية يا حلوة انت يا بدر يا حلوة يا مصورة. تسلم. وانا بالنيابة عن السيد تقي الدين بشكرك على ثقتك وعلى تعاملك معنا وبتمنى لك كل خير وامتى ما حبيت ترجع تتعامل معنا اهلا وسهلا فيك مكتب مكتبك. ايه طبعا الا رح ارجع اتعامل معك يعني شو بدي احسن من هيك معي ملا الصبح رح اجي وجايب لكم كل المصاري اللي عندي سلمي لي على السيد تقي الدين امينة. تكرم عينك خلص وصل. يلا بخاطرك بخاطرك يا عاقد الحاجبيني على جبين الرجيني. الله معك. يا رايح وين مسافر تروح وتعيا وتقلي اني رح اربح من بعدك مثل ما انت ربحتو قبلي. بتفشش فيني مثل العادة. أنا جيتك يا فوزية جيتك يا بدر الفلهوية. بسم الله الرحمن الرحيم لك نقصتني ليش فيك هالطبع أنت؟ مش بيدي يا فوزية اخذ هالطبع من الضبع. اللي شو صار معاه طمني. خذي ولو انك ما بتستهليش. شو هذا؟ افتحه وانت بتعرفه. لك شو هاد؟ شفت قماشة ما بتكفي فستانين؟ يعني بدك فستانين كمان؟ بعدين احمدي ربك يلي قلبي رقع عليكي واشتريت لك فستان. يعني بدك حضرتك تتراجع عن شرطك مو هيك؟ ماشي بس الحق علي انا يلي شارطتك. على كل حال منيح اللي اجيت سالم غاني وتحملت الخساره بروح رياضيه. شي عن انا وخساره عم تحكي انت؟ خساره المصاري اللي حطيتها عند تقي الدين افندي. ومين قال لك اني خسرتين؟ ها؟ مبين الشغلة من الفستان اللي جبته، يعني أنت لو كسبانه للشرط ما كان في داعي تجيب لي إياه للفستان. الشرط ملوش علاقة بشقفة القماش اللي اشتريت لك إياها، أنا اشتريت لك إياها حلوان وبس. حلوان شو؟ حلوان المصاري يلي استلمتن. عم تحكي جد؟ جد ونص إلا، قال جد قال، شوف هاي 50,000 فوق 50,000 و20,000 المربح كمان. والله صحيح أنا لأنه كنت متوقع ما تجيب معك شيء أبدا. هذا حتى صدقيني وتبطلي فيها شك وتشاؤم. شو بدك تعمل بالمصاري؟ رح أخذهم هن وكل المصاري اللي معنا وحطهم عند سيد تقي الدين للشهر الجاي. إذا كان هيك معلش شوف هام شو عم أقول لك. بتاخد هدول وبتنزل على المدينة بتبيعهم وشو بيعطيك بتحطهم باسمي فهمت؟
وزيادة الخير خير شو عليه؟ يا سلام يا هيك الشغل يا أما بلا خود هدول كمان مسيك شو مبين حين المربح بعينك يا فوزية؟ شو عليه مربح محرز جاهز الغذاء؟ جاهز لك مو جاهز خمس دقايق بيكون بالمعدة كثير حلو يا رابح حط فلوسك عند تقي الدين وقل لي أنا رح أربح من بعدك مثل ما أنت ربحتوا قبلي. آخ آخ يا مختار آخ خليها لله. لا إله إلا الله. المواسم كل ما لها عم تقل ومرابحها عم تقل أكتر وأكتر والحالة كل ما لها لورا وشايف لك شي يوم بدها تطلع براسي وبيع هالأراضي كلها اللي عندي وتاجر بحقك. لا شو هالحكي يا أبو جدعان؟ أصحك ها؟ حدا يبيع أرضه؟ الأرض سلامت عرفك مثل العرض والعرض ما بيتفرط فيه. بلا عرض بلا طول أنت الثاني. الواحد لازم يلحق المكسب الأكبر. طيب بشو بدك التاجر هات لشوف؟ بشو يعني؟ حي الله شي. شو يعني حي الله شي؟ لك التجارة كلها واقفة، ما في شي ماشي هالأيام، ارضى بهالرزقة اللي عم تبعت لك ياها الأرض وأمرك لله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أبو سعيد، جيت بوقتك. خير شو في؟ تسمع هالقصة. قصة شو؟ قال أبو جدعان بده يبيع أرضه اللي مثل الذهب، ترابها مثل الذهب أرضه، بده يبيعها يفرط فيها ويشتغل بحي الله شي تاجر قال، في عائلة بيعملها؟ ليش لا؟ تفضل. شو أبو سعيد؟ يعني أنت موافق على فكرته؟ تكون أنت الثاني كمان بدك تبيع أرضك والتاجر بحي الله شي مثله؟ لو سألتني السؤال مبارح كنت قلت لك مستحيل بيع شبر واحد من أرضي، وكنت أقنعت أبو جدعان ما يبيع أرضه. وشو الفرق بين مبارح واليوم بقى؟ يا سيدي اليوم سمعت لك خبرية غيرت لي كل خططي. شو هالحكي؟ وشو الخبرية بقى؟ متعب الشايب، بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ بعرفه، شو بو؟ يا سيدي من شهر حط 100,000 ليرة مع تاجر بالمدينة وراح اليوم جاب مصرياته وجاب فوقه المربع 20,000 ورقة، ورقة تنطح ورقة. شو هالحكي؟ عم تحكي جد؟ ايه طبعاً جد، وإذا مالك مصدق روح ابعت ورا متعب واسأله بنفسك. 20,000 على 100 بشهر واحد مربح كبير كتير والله. وأرضنا ما راح تعطينا ولا ربعه. دخلك؟ وهالتاجر اللي حط متعب معه مصرياته بياخد من مين ما كان ولا بس من متعب لأنه بيعرفه بده يشغل له مصاري؟ ما بعرف هالتفصيلات ما سألت عنها. مختار بعت حدا ورا متعب خلينا نفهم منه شو الموضوع بيكون أحسن. وهو كذلك هلأ ببعت ابني لعنده. يلا ايه متعب تقبرني قلي قديش طلعوا؟ طولي بالك فوزية لسه ما خلصتش عاد. طيب رح صب لك شاي لبين ما تخلص عاد. يحرق اختها شغلي يحرق اختها زاغ نظري. الله يعين موظف البنك. يا ستي هذول طلعوا مليون وشوي رح اخذ بكرة المليون وخلي الباقي معايا. ذهباتي ما تخافيش أني مش نسيك يا يي رح بيعين وآخذ حقي كمان. طيب قلي قديش رح يطلع لك مربح على المليون؟ رح أحسب لك يا ستاي على 100,000 طلع لي 20,000 معناها على المليون رح يطلع لي يا 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 200,000. 200,000 بشهر واحد؟ بور قلبي يا متعب على هالأفكار. والأحسن من هايك إنن رح يجونا بدون تعب بدون تعب. يعني أنا وياك هاي منلف رجل على رجل ومصرياتنا بيجونا لخدمتنا مثل الأغنية. هلأ ذهباتي قديش بيطلع حقهم بهالأيام؟ هلأ الذهب سعره مرتفع كثير، يعني رح يجيبوا مبلغ طيب ومليح كثير. يعني قديش؟ يعني على القليل هاي شي 100,000 ليرة على القليلاي. يعني وبعد شهر بيصيروا 120,000؟ ايه مزبوط. قومي يا فوزية افتحي الباب شوفي ماي. ايمون هدول مصاري بلا ما يشوفون حدا ويحسدنا. ايمون معلوم معلوم مفاهم الناس عيونهم فارغة معلوم مزبوط. مرني عند الغروب
وضبيخ علينا من العيوب. مرني عند الغروب، ضبيخ علينا من العيوب. طب شو صار بمتعي متأخر؟ هلا على بين ما نشرب الشاي بيكون إجا. مسيكم بالخير يا أهل الخير. أهلين أبو صالح، هذا أنت؟ إذا ما بدكم يعني أسهر معكم برجع لبيتي. ها أهلين أبو صالح. لا أبو جدعان ما بيقصد شيء، لأنه كنا عم ننتظر واحد تاني. فوت ارتاح، فوت شرف، أهلا وسهلا فيك. أهلين. ومين كنتوا عم تنتظروا بلا زغرة؟ يا سيدي عم ننتظر متعب. حلو، وشو بدكم منه؟ هلا بتسمع بإذنك. بقى هاي هي كل القصة من طقطق لسلام عليكين. يعنى قبضت مربح 20,000 ورقة بال100,000 اللي حطيتها معه الشهر الماضي. وهالتاجر هذا اللي حكيت لنا عنه بياخذ من مين ما كان ولا بس من ناس معينين؟ على حد علمي مكتبه ومفتوح لكل الناس. ليش ناويين تتاجروا معه؟ والله يعني عم فكر بهالامر. وانت شو بتنصحنا يا متعب؟ والله يعني أنا من جهتي بكرة راح أروح لعنده وأخذ له معي 1,000,000 ليرة. 1,000,000 ليرة؟ ما بتخاف ليأكلون عليك؟ شلون بدو يأكلون؟ ها؟ شو هن الورق؟ بس ولا فصي يعنى؟ خاف يأكلون؟ قال عم قلكن اليوم رحت لعنده اليوم قبضت مصرياته وفوق المربح. بس هذا الربح حرام يا متعي. حرام؟ وليش حرام بقى؟ لأنه فايدة والفايدة حرام. لا يا سيدي، هذا مش فايدة، لأنه بالعقد يلي مضيته معه مكتوب إنه المصاري رح يتاجر فيها بتجارة المتي هي اللي عم بشربها أنا وياكين، ومكتوب إنه الأرباح مش محددة، يعني ممكن تكون 10%، ممكن تكون 5%، وممكن تكون 20% بعد. والتجارة ممكن تخسر، ليش خايف تقولها؟ إيه ممكن، ليش مش ممكن؟ بس لحد هلقتني أنا ما سمعت عن شخص تاجر مع سيد تقي الدين وخسر. السيد تقي الدين عم يستورد كل باخرة بخرتها وربحه أكيد مضمون، والدلائل تشير لهذا وصاك. يا جماعة متعب معه حق، تجارة المتة بهالأيام مربحة كتير، بس الواحد بده يكون معه رأس مال قوي كتير لحتى يقدر يستورد بواخر. تسلم لقلبي يا ابو جدعان. ومشان هيك السيد تقي الدين عامل مصاري من العيلة. شو رأيك انت يا ابو سعيد باللي سمعته؟ انا رأيي انه الشغلة كلها تجربة بتجربة. بقى خلي كل واحد منا ياخذ له بكره 1,000,000، واذا كان المربح محرز نبقى بناخذ له اكثر. يا سيدي وانا كمان هذا رأيي. شو رأيك مختار؟ ما بعرف. أنا لو معي 1,000,000 كنت ساويت مثلكم، بس منلي الملايين يا حسرة. بختار طلع من هالبواب، جلدك مليان قروش. غلطان أبو جدعان غلطان، شو هالحكي؟ يا ريت يكون معي 1,000,000، ليش أنا بزعل يكون معي؟ طيب قديش معك؟ يعني يا دوب 200,000-300,000. عظيم، خد لي اياهم خليه تاجر لك فيه أحسن من بلا. ما بعرف، كلن بدي وقت لفكر بالموضوع. وانت يا ابو صالح رح تروح معنا بكره وتاخذ له معك شويه مصاري ولا ما رح تروح؟ لا اخي انا ماني مطمن لهالشغل بنوب، روحوا لحالكم الله يهنيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخاف من مرته جبان. حاجة بقت نعوري، والله مالي مطمئن. ليش مالك مطمئن؟ طيب هي متعب جرب وربح. ولو كان، أنا مالي مطمئن منوب، خايف ليأكل لي مصرياتي وأصفع الحصير. لا اطمن، ما رح يأكل لك شي، لأنه لو بده يأكلهم كان أكلهم على متعب وفوزية. شبنا يا أبو صالح، خلص الله يرضى عليك، بكرة بتروح مع الرجال لعند التاجر وبتعطيه 1,000,000 ورقة. شو 1,000,000 ورقة؟ فهمت شو عم اقول لك؟ لا والله ما فهمت ولا بدي افهم. لا بدك تروح مثل ما الله خلقك.
يا ام صالح يا ام صالح، ليش ننام بين القبور ونشوف منامات وحشه؟ ليش ما نخلي مصرياتنا معنا ومننام ونحن مرتاحين البال؟ اذا خلينا مصرياتنا معنا ونمنا مرتاحين البال رح يضلوا على حالهم، ما رح يزيدوا ولا فرنك. ايه عمرهم ان شاء الله ما يزيدوا، وعلى كل ان الخير حوالينا كثير. ايه ايه صحيح، إيه بس زياده الخير خير. بقى بكره بتحمل مليون بتروح مع الرجال لعند التاجر بتعطيهم وحاجتك وسوسه. طيب اذا كان هيك ولا بد باخذ له 100,000. 100,000 ما بيساوي شيء، إيه مو حرزانين تروح وتتعذب مشان هون. خذ له مليون واتكل على الله. طيب باخذ له 200. مليون ما بدي. بكره بتجي لعندي ام جدعان بتتفتل بتتمخطر ترفع مناخيرها لفوق وبتقلي نحن حطينا مليون ورح ناخذ عليهم 200,000. لا وفوزية ما بدي تجي وتتعنطز علي من غير شيء، هي شايفة حالها خلقة وما حدا قدها. طيب باخذ له 250,000. مليون. والله خايف يا ام صالح. لك لا تخاف لا تخاف، سعرك بسعر بقية الرجال. ولك قال خايف قال، التجارة بدها قلب قوي يا ابو صالح. لك اخ اخ يا ريتني انا رجال، يا ريت يا ريت. مرحبا ابو سعيد. اهلا ابو جدعان. اهلين مختار. صباح الخير. صباح الخير يا مختار. شو يا ابو جدعان شايفك لحالك؟ وينه متعب؟ ما بده يروح معنا يدلنا على مكتب تقي الدين؟ وعدته انتظره هون. ها ليكو اجا. السلام عليكم. اهلا. شو وينك لهلا؟ اهلين يا متعب، ليش تاخرت لهلا؟ شو رأيك يا أبو سعيد اترك سيارتي هون واطلع معها؟ ليش أبو صالح ما بده يروح معنا؟ لا ما بيروح، هيك روحات خويفها. هاي أبو صالح إجا وجايب معه كيس المصاري. لكن يا عمي القط ما بيهرب من عرز. تفضل يا ابو صيح. تفضل يا ابو شدعان. تفضل يا ابو سعيد. تفضل يا ابو اختار. يلا يلا. صباح الخير. صباح الخير يا حلوي، انت يا حلوي. اهلا سيد متعي. يا هلا فيك، عرفتيني؟ عرفتني يا خيي، ما في احلى من الشاميات ومن طبعا عرفتك من امبارح ساكنت هون. مزبوط مزبوط، ذاكرتي قويه يا عاقل الحجبين على الجبين اللي جاينا. ان كنت تقصد قتلى قتلتني الفين. طيب شو بقدر بخدمك هلا؟ شوفي يا رشا، انا وجهاء قريه الفلهويه جايبين كل واحد مليون وبدنا ندخل فيهن بتجاره مع السيد تقي الدين. اهلا وسهلا فيكم، بتعرف انت المكتب بخدمتكم، بس بقدر اسالك قديش مجموع المبالغ؟ اي على عيني وراسي، واحد اثنين ثلاثه اربعه واني الخامس خمسه، 5 ملايين، يعني المبلغ كله 5 ملايين بعيون الشيطان. حلو كثير، بس بصراحه انا ما بعرف اذا السيد تقي الدين بحاجتهم هلا ولا لا، رح روح اساله. اي يرضى عليك، اي فوتي فوتي اسالي، قولي له متعب هو الواسطه وهالجماعه من طرفه. طيب اي وينك يا آنسة؟ إذا سيد تقي الدين اتمخمك وبدو يعمل بالرز بصل، بدي منك يا حلوة الحلوين أنت تقنعي حتى يقبل ويدخلنا معه تجارته، وإلك علي جبلك الشهر الجاي خروف بحاله، خروف بلي، خروف هيكي مهبر. تكرم عينك وعين أعيان ضيعت الفلهوية كلهم. بصراحة انتو باين عليكم اذكياء مثل اسم ضيعتكم تمام، وانا من جهتي رح اقنعه ياخذ المصاري منكم. تكرم ولا يهمك. ايه هيك يسلم لي هزمك يلي عم ينقد قطر، ولسانك يلي عم يشر عسل. بس ويلك
بحق العلاقة يلي بيناتنا، لا ترجعي خايبة. الدللي دللي هيك يا سيدة تقي الدين جوا، دلعني هيك يعني، وحطي ايدك على كتفه هيك والعبي بشعراته يعني، ورجي امكانياتك الشامية. يا سيدي هالقيني صراحة حلوة كثير وظريفة وخفيفة الدم، يعني سبحان الذي خلقها يعني من جميع علم وأدب وثقافة يعني الله الله الله، هيك نيالي اللي بده ياخذها شاملة كاملة بتفرفح القلب بتفرفحه كثير، يلي بده ياخذها بدها تبلل له قلبه تنعش له فؤاده يعني تاخذ له عمره. من امتى بتعرفها انت يا؟ اوه من امبارح. طمنينا يا حلوة المبسم، ان شاء الله قبل ياخذ المصاري؟ هو بالاول رفض، بعدين انا اقنعته ووافق. حلو كثير. يعني استعملتي اللي قلت لك عليه؟ على كل حال هذا المعروف ما راح انسى لك اياه ابد ابد الابدين يعني. هلا المهم ما تنسى الخواريف اللي وعدتني فيه. لا ولو تكرمي يا رشا، وباعتبارك انسه جميله وظريفه، قريه الفلهويه راح تقدم لك كل خواريفها. والله تفضلوا ارتاحوا. يلا يلي بحب يبلش بالاول يقعد جنبي هون. ولو معقول تبلشي بالحبل قبل الدلو؟ معقولة يعني تبلشي بشيبوب قبل عنتر؟ فيك الخير سيدي تايس. مليار معدودين على الليرة؟ ماشي معدودين، أعطيني هويتك. هويتي؟ هي هويتي. بس شوفي رشا، أنا ما بنزل على فوزية ضرة. أم صالح شو بدك مصلي؟ قلي لشوف. لازم روح على المدينة ورجع مصرياتي. شو جنيت انت؟ ليش بدك تروح؟ لسا اليوم حطيته؟ لازم روح على المدينة ورجعهم، لازم روح. أنا ماني مطمن لهالتجارة ولا بشكل. لا اطمن يا ابن الحلال، لا تخاف ونام مرتاح، بكره بيرجعوا لك مصرياتك فوق الارباح كمان وبيضحك سنك كمان. انا ما بدي ارباح، انا بدي رجع مصرياتي وبس. لك يي لك وين رايح؟ شو جنيت يا ابو صالح هلا؟ رايح جيب مصرياتي. يا مختار مين؟ أبو صالح؟ ليه؟ شو بدك جاي لعندي بالليالي؟ شوفي يا مختار، بدك تنزل معي على المدينة مشان نرجع مصرياتنا. وليش بدنا نرجعه لا سمح الله؟ أنا قلبي مو مطمن لهالتجارة بنوب. وليش بقى؟ لأنه نحن لا شفنا التاجر ولا عرفنا بشو بيتاجر، بركي أخذ مصرياتنا وهرب. منين بدنا نلقطه؟ لك شو يهرب أنت التاني؟ شو شغلة شوربة؟ معنى وصوله انه حاطين عنده مصاري، يعني كل شيء قانوني. شو مفكرنا جدبان انت؟ ورق بورق، نحن ما شفنا مضى على شيء، فقط السكرتيره قالت لنا انه التوقيع اللي على وصوله توقيعه. طيب بركي كانت السكرتيره كذابه؟ لعمك والله حكيك معقول، بلش الفار يلعب بعبي. يا مختار البيت جاكيتك وهات مفتاح السياره، لازم نروح نرجع مصرياتنا اليوم او بالبكره. يا ابو صالح بهالليل ما راح نلاقي حدا بالمكتب، بكرة الصبح مننزل، الصباح رباح. طيب مت ما بدك، وأنا بكون عم بستناك، مر لعندي وخدني. حاضر، بكرة بمرق لعندك الصبح وباخدك، رجع لبيتك ونام هلا. طيب، وأبو جدعان وأبو سعيد ومتعب مين بده يحذرهم؟ من شو؟ قال من شو قال؟ من الشيء اللي حكيته معك قبل شوي. أنا بمرق لعندهم قبل ما أجي لعندك، إذا حبوا ينزلوا معنا يسحبوا مصاريهم أهلا وسهلا، ما حبوا يصطفلوا، روح أنا وياك لحالنا. كتير منيح.
تصبح على خير. لا تنسى بكرة الساعة 8 مر لعندي. ها، السلام عليكم. لا، بدنا نسحب مصرياتنا. خير، ليش بدكم تسحبوهم؟ هيك عاوزينهم. ايه بس لسه ما حلوا يدروا الارباح. ستي، نحن لا بدنا ارباح ولا املاح، بدنا مصرياتنا وبس. اعطينا اياهم لو سمحتي بالتي هي احسن. خير يا رشا، شو في؟ ليش الاخ طالع صوته؟ على شو مختلفة معه؟ لا استاذ، مالي مختلفة معه، بس الشباب هون بيكونوا عيان ضيعة الفلهوية اللي حكيت لك عنه. يلي اجوا وحطوا 5,100,000 امبارح. هن نفزاتهم استاذ. يا اهلا وسهلا بالشباب. يا هلا يا هلا يا سيدي. تفضل يشرف على مكتبي. تفضل. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. عن اذنك يا غزال. اهلا 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 وسهلا. تفضل. الله يرضى عليك يا رشا. وصينا على عصير وعلى جاتو. على عيني. يا جماعه فوت وشكي، لا تظن الظنون. اهلا 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 وسهلا بالشباب. اهلا وسهلا بك. تفضل تفضل. ليش ما شكرا يا خيي. شكرا شكرا يا حبايبي. هات لنشوف شو قصتكم. حكي زياده ما بدي استاذ، جايين ناخذ مصرياتنا. صلى الله وبارك. تكرم عينكم، بس ممكن اعرف ليش هيك؟ لازمينا. طيب طيب، مثل ما بدكم. هلا بتتضيفوا، بعدين بتاخذوا مصرياتكم مع ارباحهم وبتتيسروا. اهلا 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 وسهلا بالشباب. يا هلا فيك يا سيدي. يا هلا فيك. انت تفضل. لا لا، انا ما بدي اتضيف، انا بدي مصرياتي وبس. على عيني. راح تاخذ مصرياتك، بس تفضل تضيف الاول. خذ خذ من يد الآني صارشة، مش حلو تخجلها هيك. أنا بتفاعل بوشها الحلو. الله يسلم ويخلي ويفتح نصيبي يا هالجميع، يعني بشي شاب من قرية الفلهوية. تفضل. اسلموا. أهلا أهلا. تفضل تفضل. وين رايح؟ انا لسه ما ضيفت. أنا سرشا، بآخرة المتة اللي بعناها اليوم الصبح، شو جابت ربح؟ 5,000,000 استاذ. يعني قديش نسبة ربح؟ 25%. عظيم عظيم كتير. هلأ الشباب بس يخلصوا أكل وشرب، بتعطي كل واحد مصرياته وفوق ربح 25%. حاضر. قلتلكن من الأول الرجال شرايف وآدمي، ما كنتوش تصدقوني. قلتلكن تجارته مزبوطة، ظليتوا تلعبوا بعقلي لحد ما خليتوني شك فيه. أيلعن هديك الساعة اللي طوعتك فيها يا مختار ورحت معك وسحبت المصاري. يعني لو ما سحبتون كانوا هلأ دخلوا بتجارة باخرة تانية وربحوا أضعاف الربح اللي كانوا بدون يربحوا. بس أنا الحق علي، أنا طلعت حمار مع باب بنطرون. يا ريتني ما سمعت كلامك يا مختار، يا ريت. بس شو الفائدة؟ هلأ اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. هلأ لا ترموا الحمل علي، أنا ما دخلني. أبو صالح هو إجا عندي بالليل ويا غافل إلك الله، لعب بعقلي ودخل الشيطان بصدري. على كل حال بسيطة يا جماعة، أنا رايح صلح غلطتي. شو بدك تعمل يعني؟ رايح بيع أرضي وآخذ حق السيد تقي الدين خليه تاجر لي فيها، لأنه فعلا يا هيك التجارة يا بلا. وأنا راح أعمل مثله. وأني كمان على رأس القائمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت تاني قوموا من ثلاثة يوم. قم انت، أصل البلاوي كلها لما تورجيني وشك نهائيا، فهمت؟ قم. صباح الخير يا قمر الشام. شلون السيد قمر الدين؟ تمر الدين تخيل الدين.
جايبكم لعنا اليوم؟ مصرياتكم واخذتوهم، شو بقي؟ هاو هاو، بقالنا كثير كثير وفهم كفاية. مثل شو؟ ما فهمت علي. يعني بقالنا تحطينا هذول؟ شو هدول؟ شو بدنا يكونوا يعني؟ قنابل؟ مصاري؟ أهلين، وقديش هدول؟ 3 ملايين، عدل ما نقدم. وهي 5؟ عندك. وهي 2 مليون، حق الكرم والبستان. أهلا وسهلا. هاي 6 ملايين، تحت تمام والكمال. ومنين لك 6 ملايين يا مختار؟ مو على أساس ما معه غير 200-300 ألف؟ فمو وقت الحكي كله هلا. وهي 4 ملايين. ليش ما حطيت كل المصاري؟ انا قلت لك حط الملايين الاربعه كلهم، بس انت راسك تنح ويابس، ما بتعمل الا اللي براسك. يا مره يا مره، اللي ما بيحسب ما بيسلم، يعني مو معقول نحط كل مصرياتنا، ما بيجوز. الله لا يسلم فيك ولا عظمه يا حق. ولك من شو ما بدك تسلم؟ قال ما بيسلم. قال ولك اذا انت قبضت مربح بيوم واحد 25 ألف، شو بدك اكثر منك؟ لك شو بدك؟ اللي شو بدك؟ ما بدي شيء، ما بدي شيء. حاضر حاضر. لك تعال هو وين رايك؟ يا جماعة، جهزتوا الخواريف للآنسة رشا مشان ناخذ لياهم بكرة الصبح مثل ما وعدناها. أنا من جهتي جهزت خروفي وأرانبي وديوكي. وأنا من جهتي جهزت لها أحلى خروف بهالضيعة، كبش بقرنين. قال كبش بقرنين، قال ليش في كبش ب3 قرون؟ يا سيدي أنا اشتريت لك خروف، أحلى خروف بالضيعة، هيك قال لي صاحبه. وأنت يا مختار؟ صح النوم. الخروف تبعي جاهز من جمعة. عظيم جدا. وأنت يا أبو صيليح؟ وأنا كمان جهزته. عظيم عظيم جدا، معناها بكرة من الصبح منحمل الخواريف بيك آب المختار ومنروح نهديها إياهن للسكرتيرة الحلوة ومناخذ مصرياتنا وأرباحين ومنرجع ونحن عم نفقش ونرقص. وليش لا ناخذ مصرياتنا؟ مناخذ الأرباح ومنخلي المصريات لتجرة تانية. كمان فكرة مليحة، مليحة كثير. هلأ بلشت تفهم. وأنا كمان مصاري هلأ ما بيلزموني، رح اقبض هالمصاري وارباحهم وارجع احطهم كله سوا. وانا رح اعمل مثلكم، شو يعني انا نيقة عنكم؟ عظيم جدا. شو يا مختار؟ ابدكش تضيفنا شاي؟ ايه على عيني. هاي الساعة 11، لا انفتح الباب ولا بين حدا. مش مشكلة. هذول شوين؟ بناموا لصحوي. نستناهن هاون، شو هالشغلة يعنا؟ ها؟ وهي قاعدة. يا رابح، حط فلوسك عند تقي الدين وقل لي أني رح أربح من بعدك مثل ما أنت ربحت قبلي. يا رابح، حط فلوسك عند تقي الدين وقل لي أني رح أربح من بعدك مثل ما أنت ربحت قبلي. الله يطعمه ما يكون حط المصاري هالمرة. لا تخافي عليه، بيكون يتربى من هديك المرة. ليش أنت العلقة معك علقة يا لطيف؟ يمكن نسيتي حليب أمه. وبعدين وبعدين إمتى بدهم يفتحوا يا متعيب؟ هلأ قبيجها وانت ثاني ما تقعدش تنق بوجهي. شي بيجاوز، عم قول بيجاوز، يكونوا باللذقي عم يستلموا باخرة متي. يعني فلنقول اذا طلعوا من هناك الساعة 9 بدهم ليوصلوا لهون ساعة وحدة. يعني رح نضل ساعة تانية قاعدين هون عرصيف؟ قال مش معود يعني يقعد عرصيف، انت على المزابل بتقعد. اجا الاستاذ.
يا اهلين وسهلين يا استاذ. مرحبا يا ميس. مرحبا. أهلين. شو هاد يا استاذ، تاخرت كثير، يعني صار لنا ناطرينك من الساعة 9 الصبح، يعني الخواريف اللي معينا جيعات وصارت تتمعى. ناطريني لي؟ هو اذا اجيت للصريحة مش ناطرينك لك، شو بدنا فيك؟ ناطرين الانسة رشا بقوينا ما بدهاش تجي، يعني حاكم جايبيننا الخواريف يلي وعدناهم فيها، يلي هو وعدناها فيهن. مين الانسة رشا؟ شي سكرتايرة السيد تقي الدين. رشا رشا الحلوة رشا ولا هو؟ ايوه هلا فهمت عليك، الانسة رشا ما عاد تجي لهون منوب. ليش؟ زعلينا؟ زعلينا شي لا سمح الله؟ مريضة يعني لا قدر الله؟ لا لا، بس سافرت مع جوزة تقي الدين برات البلد. جوزة؟ شي سافرت تقي الدين برات البلد؟ اي نعم، هذا المكتب إلي، كان مستأجره مني السيد تقي الدين ورجع لي اياه. ومصرياتنا وملاييننا؟ والله ما بعرف، هي مشكلتكم.